الجملة يا جماعة زي ما بيكتبوها الخطاطين، ربي يسر ولا تعسر. هي ليها تكملة بس احنا هنكتفي بهذا القدر، ربي يسر ولا تعسر. شوف التشكيل بسرعة. رب يسر ولا تعسر. نشوف كده الشرح يا جماعة. بسرعة كده. العجالة. يعني الجملة جملة بسيطة جدا. ما فيهاش أي اختلاف يعني. حروف مفردة أغلبتها. يا إما كلمة بيكون فيها ثلاث حروف متصلة. وإحنا شرحنا وقلنا الحروف قبل كده أهم حاجة الدراسة بتاعتنا. كلها عبارة عن حروف اتصالات، يعني الناس تحاول تكتب حروف كثيرة. حرف الراء احنا قلنا ليه شكلين، الشكل الأول اللي كتبناه ده أو جزء زي رقم واحد وبنزل بالقلم بميل، وبعد كده بعمل برسم الجزء ده رسم. الجزء ده بيكون معايا نقطة ونص، وهنا بيكون فيه نقطتين، تمام؟ والميل بتاعه بيكون عبارة عن إيه؟ نقطة، وفي الداخل بيكون نقطتين. خلاص الجزء ده بيكون نقطتين، وفي راء ثاني خدناها اللي هي بالشكل ده. خلاص يا جماعه الارتفاع بتاعنا من هنا دي ثلاث نقاط، خلاص؟ ولو عملنا خط كده هنلاقي هنا في فراغ نقطه، وهنا بتديني في الداخل نقطه. ده شكل وده شكل. طيب الباء احنا قلنا اتساع الباء كم نقطه؟ خمسه. اتساع الباء الجزء ده
من 4.5 ل 5، يعني ببدأ زي رقم واحد كصغير مقدار نقطة، بعد كده ببدأ الوجود بتاعي أو السطر شايفين فيه فراغ نقطة، وبعد كده ببدأ ألف وأصعد تمام الجزء ده، بعد كده بعمل زي خط قلم الجزء ده مال الناحيتين اليمين. لو عملنا كده خط هنلاقي هنا في فراغ، وهنا في الجزء ده هنلاقي من 4 إلى 4.5 يعني أو 5 نقاط. خلاص ده حرف الباء. في شكل تاني للباء في النسخ؟ يمكن في شكل تاني مش واخد بالي؟ الثلث احنا ليه شكل تاني، والرقعة ليه شكل تاني، يعني أغلبية الحروف كلها ليها شكلين في الباء، ليها شكل. ممكن أعمل إيه؟ باء مرسلة، يعني ممكن أعمل لها إيه؟ إرسال، ماشي؟ ممكن أعمل إيه؟ الباء دي أعمل لها إرسال، لكن بداية الباء ما تكون زي ما هي ما فيهاش أي اختلاف. خلاص؟ يسأل. الياء وراها السين وراها حرف الراء. الياء قلنا أو الباء إذا أتى وراها حرف السين قلنا لازم الجزء ده بيكون 3 نقاط ارتفاعه، وإحنا قلنا ليه 3 أشكال، الشكل الأول بالشكل ده تمام، في انسيابية 1 2 3، وممكن أعمله بدون حلية الشكل ده وأطلع برضه طوله 3 نقاط، وممكن أعمل له ترويسة كده زي ميل وأنزل برضه وأطلع. التلاتة صح، خلاص؟ التلاتة صح، ويتعملوا مع حرف السين. أهم حاجة بتاعهم لا يقل عن 3 نقاط، وبين الحرف الياء والسين بيكون مقدار نقطة. هنا عملنا السنة التالتة بتاعت السين، عملنا لها إيه؟ بدأنا فوق وعملنا خط بعرض القلم، ارتفاع الجزء ده بيكون طوله نقطتين، الجزء ده بيكون طوله ايه؟ نقطتين. وطبعا الراء بنشيل الجزء الاولاني اللي هو ده ونكمل باقي الاسم ايه؟ الراء. ولا تعسر، الواو قلنا احنا هي عباره عن راس الفاء او القاف اهو، زي 7 أو 8 يعني، بعد كده 7 وفوقيها 8، ده رسم الحروف بتاعها. بعد كده ببدا اخد ايه الجسم، اهو بطلع وانزل واخد من هنا الجسم بتاعي اللي هو جسم ايه؟ حرف الراء، والجزء ده برسمه رسم. خلاص يا جماعه؟ لو عملت كده خط الاقي هنا راس الراء، الجزء ده كاسر نص، هنا في فراغ وهنا في فراغ. ولا تعسر، لم الف هنا شكله خدنا في شكل دامي، الشكل ده عالي خدناه، الجزء ده بيكون 3 نقاط، وهنا القاعده بتاعتي بتكون نقطتين. خلاص ولو عملت خط كده هلاقي هنا في فراغ مقدار نقطه. الشكل الثاني ببدا بالذراع ده اهو، وانزل هنا شبه في دوران، بطلع الف ايدي واروح طالع عدل، والجزء ده اعمل له ايه؟ ترويسه بتاعتي. ده شكل وده شكل. خلاص؟ هنا الجزء ده بيكون اقل شويه، بيكون عباره عن نقطه ونص، ولو عملت خط كده الفراغ هنا بيكون ايه؟ اوسع مقدار نقطتين، وهنا الفراغ ده بيكون برضه 4 نقاط اوسع من الفراغ بتاع الشكل الاولاني، وطبعا الذراع ده بيكون اعلى من الذراع الثاني مقدار ايه؟ مقدار نقطه. ولا تعسر، هنا حرف التاء اتى وراها حرف العين. حرف التاء اذا اتى وراها العين بنرفع التاء مقدار نقطه ونص، يعني السله بتاعت الباء او التاء بتكون مرتفعه شويه، وانا طالع من هنا بطلع شايفين؟ بعد كده بعمل العين الوسطيه بالشكل ده، دوران وانزل واكمل حرف ايه؟ الحرف اللي بعده، اهم حاجه يديني من تحت الجزء ده فيه فراغ شويه، وشايفين الحرف فيه نزول هنا اعلى وهنا نازل، يعني فيه انحدار بسيط. بعد كده عملنا سنه الراء، وكملنا بعد كده جسم ايه؟ جسم الراء. هنا في الحالة دي سنة الراء صارت معانا بخلاف الشكل الأولاني، سنة الراء كانت إيه؟ كانت وزارة. خلاص يا جماعة؟ بس ألاحظ يعني هنا الامتداد بتاعي بيكون يعني من 3 نقاط لـ4 نقاط، وطبعًا أسنان السين بتكون هنا بين السنة الأولى والثانية نقطة، هنا بتوسع شوية، بيكون عبارة عن نقطة ونص. في حاجة مش ظاهرة في اللي شرحناه ده؟ في حاجة مش ظاهرة؟ الجملة بسيطة ومش محتاجة إيه؟ كتابة. صحيح يا استاذ مفرد؟ طيب خلاص، يلا انت في الكراسة كده، شكرا.